تتواصل أعمال الحفر بمشروع قناة السويس الجديدة بطول 35 كيلومتر، حيث من المنتظر أن يصل معدل الحفر اليوم إلى 33 مليون متر مكعب من الرمال. يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه أعمال التكريك عند المدخل الشمالي والجنوبي لقناة السويس الجديدة. وللوقوف على جديد المشهد هناك ينضم إلينا مباشرة محمد عبد الصبور من موقع الحفر بقناة السويس الجديدة. محمد، دعنا في تطورات عمليات الحفر وما هو عدد المعدات وكذلك الشركات العاملة بالمشروع حتى الآن. نعم بثينة، بعد التحية لك ولمشاهدي التلفزيون المصري من هنا على الهواء مباشرة من مشروع حفر قناة السويس الجديدة. كما ذكرت في صدر الخبر، بالفعل تستمر أعمال الحفر على مرحلتين متزامنتين معا. هي مرحلة الحفر على الناشف التي لازلنا في صددها، نقترب من 33 مليون متر مكعب تقريبا على الأرجح. أيضا بالتزامن مع هذا يحدث عملية التكريك عند المدخل الجنوبي والمدخل الشمالي لمشروع حفر قناة السويس الجديدة. يعني لقراءة المشهد بالكامل ومعرفة يعني العمل الميداني هنا، معي على الهواء مباشرة سيادة اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة. بعد التحية سيادة اللواء، كيف تسير الأمور حتى هذه اللحظة؟ أهلا يا فندم. الأمور الحمد لله بتسير بشكل طيب جدا بتوفيق من ربنا، الحمد لله ما كناش نحلم بأكتر من كده. حاليا زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي، احنا النهارده في سبيلنا ان احنا نحقق 33 مليون متر مكعب اعمال حفر على الناشف بامكانيات 59 شركه مدنيه متخصصه بالاضافه الى 2 كتيب الطرق. يعني عندنا النهارده 61 قطاع بنحفر فيهم في وقت واحد في القناة الرئيسية أو القناة السويس الجديدة اللي هي القناة الرئيسية بالنسبة لنا في المشروع الجديد اللي طولها 35 كيلو، بالإضافة إلى 4 كيلو في 4 قنوات اتصال اللي هو القنوات اللي هتمكننا إن شاء الله إن احنا ندخل أكبر عدد من الكركات من القناة القديمة القناة الغربية الحالية إلى القناة الجديدة، بالإضافة إنها تستخدم فيما بعد في مناورة الوحدات العائمة ولانشات هيئة قناة السويس. الحمد لله زي ما حضرتك ذكرت برضو احنا ماشيين في خط متوازي ما بين الحفر على الناشف او الحفر الجاف والتكريك. الحمد لله احنا كنا مخططين ان احنا ندخل الكركات بعد 3 شهور 90 يوم من بدايه المشروع، اللي هو يعني كان يوم 6/8 كان المفروض ندخلهم 6/11، ولكن الحمد لله احنا نجحنا ان احنا عدلنا بس الخطه. احنا ما يعني المعدل هو ولكن وطبقا للتخطيط، ولكن عملنا اسبقيات داخل الخطه بتاعه الحفر على الناشف ان احنا نقدر ندخل الكركات بدري شويه. يعني ركزنا يعني كده ببساطه، ركزنا في المدخل من ناحيه المدخلين من ناحيه الديفرسور ومن ناحيه البلاح علشان نقدر ندخل الكركات بسرعه، ودخلنا الكركات. اصبح دلوقتي المرحلتين بيسيروا جنبا الى جنب ان شاء الله، بل مرحله برضو التدبيش الحمد لله احنا اخترنا مواقع الدبش اللي هنجيب منها الدبش، بنقنا بنكسر دلوقتي في المواقع دي، بننقل في الدبش ان شاء الله. يعني بطمن حضرتك والساده المشاهدين ان احنا خلال يوم او اثنين على اكثر نكون بدانا ان شاء الله ندبش. يبقى احنا الثلاث اعمال الرئيسيه شغاله في وقت واحد، اللي هو الحفر على الناشف والتكريك والتدبيش. نعم سياده اللواء، بخصوص يا فندم رفات بعض الجنود ايام الحرب، وتعلم حضرتك ان هذه المنطقه كانت يعني منطقه شهدت العديد من المعارك في حرب 73، كيف تتعاملون مع والله هو حضرتك نفسك دلوقتي انت رديت على السؤال، انت بتقول ان دي كانت منطقه حروب. نعم. وفي منطقه الدفرسوار دي كانت منطقه الثغره زي ما حضرتك عارف. نعم. دار فيها حرب شرسة، سقط فيها شهداء وقتلى من الجانب الآخر. الشهداء دول في ناس أثناء الحرب عسر على رفاتهم وتسلموا لذويهم في مقابر الشهداء، في ناس لم يعصر على رفاتهم. الوقت احنا أثناء الحفر بنلاقي أجزاء من رفات، يعني عظمة، جزء من جمجمة، أو حتى متعلقات شخصية، زمزمية أو آيش أو فردة بيادة، كل الحاجات ده بنلاقيه وده وارد. الرفات الكامل الوحيد اللي لقينا معاه محفظة، وداخل المحفظة حتى مش بطاقة، ده هي ورقة وصورة كانت بتدل على شخصيته، أعلننا عنه فورا وقلنا إن ده الشهيد محمد أحمد حسن عطوة، وأعلننا كل الناس عرفت. إحنا كل يوم ممكن نلاقي عظمة أو جزء من جمجمة،
فاحنا ما نقدرش نقول ده بتاع مين، ولكن وهو شهيد واحتسبناه عند الله شهيد من 73. فاحنا عندنا تعليمات واحنا بنعمل كده، وانا عطيت تعليمات لخارطة الخطوات بتوعي، بنجمع الحاجات دي، بنقول ان بنجمعه في برضه في كفن، وبنقول ان ده عسر على الرفات دي او العظمه دي او الجمجمه دي او الزمزميه دي يوم كذا في المكان الفلاني. ده المعلومه الوحيده اللي نقدر نعملها، وبنتحفظ عليه في صندوق. وان شاء الله بطمن حضرتك ان احنا هنعمل نصب تذكاري لشهداء قناه السويس الجديد، سواء الشهداء اللي هيسقطوا اثناء الحفر العاملين في المشروع، او الرفات اللي احنا مش عارفين هي بتاعت مين، هنجمعها ونعمل ان شاء الله نصب تذكاري. ده اقل تقدير يا فندم لشهدائنا. نعم. واحنا لو نعرف اسمه او اهله، او نقدر نستدل باي طريقه، هنبلغ فورا. احنا مش خايفين من حاجه، لانه ده طبيعي ان كان في حرب في المنطقه دي، وفي 15,000 واحد عامل شغالين في المشروع في هذا التوقيت، وارد جدا يحصل اي حادثه. فاحنا هنعلن على طول فورا، نقول ان ده شهيد سقط اثناء شغله او اثناء تريته واجبه في قناه السويس. شكرا جزيلا سياده اللواء اركان حرب كامل وزير رئيس اركان الهيئه الهندسيه. شكرا فندم. العفو فندم، متشكرين. نعم، يعني ابو سينا كما استمعتي شرح كامل ووافي من اللواء اركان حرب كامل الوزير رئيس اركان الهيئه الهندسيه عما يجري حتى هذه اللحظه في اعمال حفر.